سواء شغله قانونيه او استشاريه قانونيه. تم اليوم عقد الاجتماع الثاني للجنة سياسة حماية الطفولة الخاصة بمحافظة ذيقار. كانت الوشة السابقة في محافظة البصرة، تم التوجيه بعقد عدة اجتماعات لغرض إعداد مسودة كاملة لتعديل سياسة حماية الأطفال. احنا حاليا تقريبا عكفنا على تشكيل اللجنة، واجتمعت اللجنة الاجتماع الأول، وهذا هو الاجتماع الثاني لمجموعة من الدوائر المعنية بالطفل ورعاية الطفل وحماية الطفل. حاليا إن شاء الله يعني جمعنا مجموعة من الملاحظات لغرض دراستها وتبويبها سواء على الجانب القانوني أو على الجانب الإداري والفني، لأن هناك بعض الوظائف تحتاج إلى تخصيصات مالية قد تكون هي محلية يعني معنية بها المحافظة، أو قد تكون وزارية ما زالت على الوزارات. إن شاء الله بعد إكمال المسودة الخاصة بمحافظة ذيقار سوف ترفع إلى الهيئة العليا لرعاية الطفولة لغرض دراستها مع المسودات الأخرى المبعوثة من مختلف المحافظات لغرض الاتفاق على مسودة واحدة تعمم على عموم العراق. تم عقد اجتماع للجنة المشكلة في محافظة ذيقار برئاسة المهندس الاستشاري الأستاذ فيصل لغرض متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لحماية الطفولة المبكرة للأعوام 22-25. يعتبر هذا اللقاء هو لغرض وضع البرامج والخطط القطاعية ضمن مؤسسات الدولة العاملة لغرض حماية الطفولة وكيفية بناء البرامج لغرض النهوض بالواقع. مثل ما تعرف الأطفال يمثلون يعني الاستثمار بالأطفال هو الاستثمار الأمثل لغرض إنشاء جيل جديد مبني على أساس مرتكزات قانونية وحقوقية تتبنى المشاريع لغرض تنفيذها بصورة صحيحة حتى نخرج مخرجات نقدم إنه الخدمة الأفضل من ناحية القوانين والمؤسسات العاملة في الدولة حتى ننهض بواقع الطفولة في العراق. فهي مسؤولية تقع على الأسرة أولا وعلى الفترة التعليمية للتنشئة الثانية وهي المرحلة الدراسة الابتدائية، ومن ثم المجتمع والبيئة التي تكون حاضنة لهذا الطفل. بالإمكان أن نكون كمجتمع مدني لنا أولوية للعمل مع الدوائر الحكومية المختصة بهذا الشأن واللجان أن تكون راعية لعمل أو برامج الطفولة. يعقد الاجتماع الأول لحماية الطفولة بمشاركة جميع الدوائر ذات العلاقة في مقر مديرية الشباب والرياضة. حقيقة طرحنا العديد من المشاكل، إن شاء الله هنالك اجتماع آخر بالتوصيات راح يكون، وراح جميع الأمور اللي تحتاجها الدوائر وخاصة الدوائر ذات العلاقة مثل دائرة الرعاية الاجتماعية، دائرة الأحداث، مديرية الشباب والرياضة، تربية ذيقار وباقي الدوائر اللي مهتمة بهذا الشأن راح يكون إن شاء الله هناك أمور خاصة لحماية الأطفال. أعتقد هو وصل اتفاقي بين مقتنع بالفكرة.